السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. القصة أخويا حقيقية وأنا غنعاودها لك كيف ما هي بلا ما نزيد ولا نقص، وكنتمنى تعاودها بطريقتك حيت كنثق فيك وكتعجبني الطريقة كيفاش كدوي. المهم أخويا، هاد القصة هادي طرات مع عمتي وأنا حيت شهدت عليها وكنت عايش معاها غادي نعاودها لك. من نهار حليت عيني وعمتي عايشة معانا، تقدر تقول كاع هي اللي رباتني. كانت زوينة بزاف، كنت كنفضلها ديما على الوالدة. عمتي كيف ما كيقولوا كانت واحد السيدة اللي مملوكة، يعني معاها الجن. كانت كتهضر بزاف على هادشي، وكانت سبحان الله عندها واحد الهيبة وواحد القبول في الشكل. كنت كندخل عندها للبيت كنلقاها شاعلة الشمع وكل مرة في اللون. ديك الساعة ما كنتش فاهم هادشي، كان كيعجبني الحال نشوف هادشي. وكان عندها واحد البيت ما عرفش كيفاش نوصفه لك، ولكن كان ديما عامر، ديما فيه الخير. ديما كنلقى عندها الطبق ديال الفاكهة او الديسير او اي حاجة، وحتى من الحوايج ما عرفناهمش منين كيجيوها. كانت مرزقة بزاف، وكانت واحد الريحة في بيتها ما تصورش اخويا شحال زوينة، بحال داك البخور ديال الحج. وكيف ما قلت لكم كانت زوينة بزاف وكلشي كيبغيها، الا الوالد ديالي اللي كان شاد معاها الضد، حيت كانوا جدي وجدة كيفضلوها عليه قبل ما يموتوا الله يرحمهم. والوالد زاد كرهها اكثر منين لقى ان الوصية ديال جدي كاتب فيها باللي الدار غتقسم في النص، يعني الوالد غياخد فحال الحق ديال عمتي. شحال طلع وهبط وقال ليهم هادشي راه لا يجوز ويخالف شرع الله، ولكن ما صور والو. عمتي اصلا ما كانت كدوي لا فورت لا في ماديات، كانت شبعانه. نعاود لكم شي امور اللي كانوا كيوقعوا معاها واللي شهدت عليهم قبل ما ندخلوا في القصه وشنو طرا ليها من بعد. يقدروا ما يتيقوهمش الناس، ولكن اخويا كيف ما قلت لك في الاول انا ما غنزيد ما غنقص. كان عقل تقريبا كانت عندي شي 5 سنين هكاك، وكنت كنعس حدا البيت ديال عمتي. حيت ديك الساعة كانوا مازالين مفرقوش الدار، كنت متكي في بيتي، وأنا كنت من النوع اللي كنسهر بزاف. هادي كانت طبيعة فيا، كنبقى غير جالس في البيت غير كنخربق. المهم مكنتش كنعس بكري، شوية حتى كنسمع بحال شي واحد كيتمشى. ما حليتش الباب صراحة، طليت غير من ديك التقبة ديال الساروت، بانت لي بحال شي حاجة بيضة دازت هكا قدامي ودخلت البيت عمتي. ومني نقولك شي حاجة يعني ماشي بنادم. حليت الباب وخرجت كنجري ومشيت لبيت عمتي. ديك الساعه كنت باقي صغير وما كنعرف شنو هو الخوف. طليت عليها لقيتها ناعسه، مع دخلت ويا ضربني ديك الريحه اللي موالف ديما كنشمها، ولكن هاد المره كانت مجهده. ولفت انتباه ديالي واحد السابح في شكل كان لونه ابيض ومحطوط عند رجليها في الفراش. مشيت تكيت حداها حيت اصلا موالف كنت كنعس معاها ديما. المهم فقت في الصباح قالت لي فوقاش جيتي ما حسيتش بيك، وعاودت ليها داكشي اللي شفت وبقات كتضحك وقالت لي هادشي اللي شفتيه بقى بيناتنا. المهم عمتي في ديك الايام كانت كتمشي للزيارات وداكشي، وشحال مره لصقت فيها وداتني معاها وباقي عاقل على دوك الاجواء. ناس اشكال وانواع، كبار وصغار، وكل واحد علاش كيجي لتما. انا ما كنتش كنتسوق لشنو واقع ولا شنو داير بيا، كنت غير كنلعب وكنجري. حاجه اخرى كنت كنلاحظها فيها وهي ان بنادم اللي وقف قدامها تقدر تعرف شي حاجه عليه واخا ما يقولهاش ليها، واخا تكون معمره ما شافته. كنت كنعقل ملي كنمشيو لدوك الزيارات اولا ملي كنكون غير خارج معاها، شحال من وحده كتجي لعندها وكتبقى تقول ليها شوفي ليا شنو عندي اولا هزي ليا الخط. بعض المرات كانت كتوافق وتقول لهم شي حوايج، وبعض المرات لا، بحال هذوك اللي معاها هما اللي كيقولوا لها شنو تقول وشنو ما تقولش. مات جدي تقريبا ملي كانت عندي شي 12 عام، وكيف ما قلت لكم الوالد من شاف الوصيه ديالو ما حملهاش وما عجبوش الحال، شحال هو كيغوت على عمتي. المهم في الاخر قررت عمتي انها تسكن الفوق وحنا غنسكنوا لتحت، وكانت دارها زوينه بزاف واخا كانت بسيطه وعلى قد الحال. وليت كنطلع عندها ديما، كنرجع من المدرسه كنمشي ناكل عندها، واخا الوالده كتغوت عليا وكتقول لي بعد من ديك السحاره، وكانت ديما كتعمر راس الوالد عليها وكتقول لي راه كتطلق علينا بخور خانز، ولكن انا شاهد بلي ما عمرها ما دارت شي حاجه بحال هكا غير الله يسمح ليهم وصافي.
يمكن الغيره والطمع ديالهم عماليهم العينين. من مورا الموت ديال جدي الوالد ولا ديما كينوض الصداع مع عمتي، خصوصا انها كانت كتخرج بزاف، ومنين تسمعو كتخرج ماشي زعما كتمشي تتلاقى بشي واحد، كتمشي غير تشري الاغراض ديالها، وبعض المرات كتسخرني غير انا. دازو تقريبا عامين على ذاك الحال، والوالد تفاجأت ملي بدل المعامله ديالو مع عمتي، ولا كيتحايل عليها، وشحال مره كيقول ليها هبطي كولي معانا، ما تبقايش جالسه الفوق بوحدك. حتى لواحد النهار غيصدمني منين قال ليها بيعي ديك الدار الفوقانيه وسكني معانا حنايا، خدي اي بيت بغيتي. قال هذيك الفلوس راه زايده فينا، نقدروا نديروا بها شي مشروع، وحنا غير ثلاثة بينا صافي هبطيت انت تسكني معانا. عمتي كانت نيه بزاف، صافي بقى عليها هو من جهه والوالده من جهه، حتى قنعوها انها تبيع الدار. حطات هذيك السيمانه نيت للبيع، وبصراحه في الاول تعكسات، حتى كيجي الشاري ومن بعد كيمشي، ولكن من بعد الوالد جاب واحد السيد صاحبه وهو اللي شراها، وكيف ما تحايل عليها وبعت الدار تحايل عليها وخدا لها الفلوس وقالها غنحطوها في البنك حتى نقلبوا على شي مشروع باش نديروه. هي في الاول كانت متردة، ولكن من بعد كيقول لي راني خوك مش ما كتثقيش فيا، صافي حتى عطاتو كاع داكشي اللي عندها. الصراحه فرحت بزاف منين ولات عمتي معانا. دازت تقريبا واحد 3 شهور هكاك، الوالد جا وقال ليها راني خصني نزوجك، صافي راك كبرتي. هي قالت لي انا ما باغاش. واحد السيد كان عقل عليه كان عنده حانوت وكان مهووس بعمتي، كيحماق عليها، فيما كيشوفني كيعيط ليا وكيقول لي نوصل ليها الهضره. ملي كنت كنقولها لها كتقول لي ما لقيت به من نتزوج غير بهذاك. الوالد قال لي راه جا خطب فيك وانا بغيت نزوجك ليه. السيد بخدمته وبدارو ما فيه تاعيب، عيوم يحاولوا يقنعوا فيها ولكن والو. وحتى انا نيت ما كنتش باغيها تزوج، دوات مع الوالد قاصح وقالت لي لا ما بغيتوش. داك السيد كيف ما قلت لكم كان مهووس بها، اللي ما كيتعرض ليها، وحتى ملي كنكون معاها انا. ديك الساعة عندي 14 عام، كنت باقي صغير، كان كيعطيني الفلوس وكيقول لي سير وخلينا بوحدنا، ولكن انا ما كنتش كنخلي عمتي بوحدها. داز تقريبا 3 شهور داك خونا صافي ميك على عمتي، ما بقى كيتعرض ليها، ما بقى كيعيط ليا نوصل ليها اخبار. واحد النهار بالضبط فين غيوقع المشكل، تقدروا تقولوا هنا غتبدا القصة. عمتي خرجات كيف العادة باش تقدا شي حاجة ديالها، كانت خرجات فوقيت العصر، موالفة إلا تعطلات 8 كاع كتدخل للدار، ولكن داك النهار وصلت 8 وصلت 9 10 وما رجعتش عمتي. الوالد كيغوت وكيقول يعلم الله فين دايعة، أنا اللي طلقت ليها الجام، خاصني نزوجها. الوالدة كتزيد تعمر فيه، كتقولي غتبقى تجيب لك شي كرش. أنا كنبقى نغوت عليهم وكنقول ليهم ما تدويوش عليها هكا. المهم ملي وصلت 12 ديال الليل بدينا كنتخلعو ديال بصح، ومشينا باش نديكلاريو. البوليس قال لنا بلي هي فايتة السن القانوني، وحتى دوز 48 ساعة عاد غيبداو يقلبو. ما خلينا شكون سولنا، العائلة الجيران حتى شي واحد ما شافها، حتى عيطونا من السبيطار وقالوا لنا بلي القوام لوحة فشي خلا. أنا بوحدي اللي حسيت براسي تخلعت عليها، أما الوالد والوالدة كانوا مهدنين. خدينا طاكسي ومشينا لعندها، خرج عندنا الطبيب سولنا عليها قالنا راه بخير خاصها غير ترتاح شوية. دخلنا لعندها كانت فايقة، مشيت كنجري وعنقتها وقلت لها تخلعت عليك بزاف. الوالد كيقول لها فين كنتي؟ وشنو وقع عليك؟ مالكي في هاد الحالة؟ علاش وجهك مضروب؟ بدات عمتي كتبكي وقالت لي راه فلان تعدى عليا، وهاد الشخص هذا هو نفسه داك بنادم اللي كان ديما كيتعرض ليها وهي ما كانتش باغاه. الوالد تصدم وبدا كيشوف في الوالدة، كانت عندهم واحد العقلية جاهلة بزاف. قال لها انت هي السبب، كون ما كنتيش نهار وما طال وانت كدوري في الزناقي ما كان غيتبعك حد، وزيدون هو راه جا خطب فيك وانت اللي ما بغيتيش. عمتي كتبكي وكتقول لي راه خصنا نمشيو نديكلاريو. قال لها انت راك جبتي العار لعائلتنا وشوهتي بينا، با وامي دابا غيكونوا كيتعذبوا في القبر. سمعها الهضره ديال بصح وقال ليها غترجعي للدار غتلقاي حوايجك مجموعين، مابقيتش مازال باغي نشوفك. ديك اللحظه عمتي كانت كتبكي بزاف وكتقول لي راه انت اللي عندي اخويا، فين بغيتيني نمشي؟ ياك الدار اللي كانت ديالي بعتها. قال لي انا ما سوقيش فيك. الوالده كتجرني وكتقول لي زيد تحرك قدامي. قلت لها لا غير سير وانا بغيت نبقى مع عمتي. قال لي الوالد شوف الا فتي السبعه د العشيه والله حتى نسد عليك الباب، وبقى انت وياها في الزنقه. جاو عندها البوليس وعطات الشهاده ديالها وقالت لهم بلي فلان تعدى عليا.
وبالفعل الطبيب كان داير شهادة طبية باللي راه بالصحة تعدى عليها، ولكن داك خونا كان عنده المعارف بزاف وقدر يخرج منها، وهذيك كانت أكثر حاجة خلت عمتي تحقد وتشعل فيها العافية. المهم كمل داك السيروم اللي كانوا دايرين له وتحركنا أنا وياها للدار. باقي كان عقل معاه، حلينا الباب ودخلنا كيبان لي الساك ديالها مجموع فيه كاع الحوايج ديالها. قال لها داكشي تشبع والتخربيق ديالك راني لحتو، ما عندك ما ديري بيه، يلا سيري حيدي عليا من هنايا. هي كترغب في الوالد وكتدور لعند الوالدة وكتبكي عليها، ولكن والو. يقدر يجيكم هادشي بحال الافلام، ولكن راه بصح هادشي. شحال مرة كنسول راسي كيفاش عندي والدين دايرين هكا. المهم عمتي منين عرفت راسها صافي غادا تخرج من الدار، قالت الوالد صافي عطيني فلوسي باش نمشي من هنايا. قال لي اش من فلوس؟ قالت لي هيك بعت الدار وعطيتك الفلوس كاملة. قال لها ما عطيتينيش، قلبي الدار كاملة، إلا لقيتي الفلوس خوديها. وده هو الغلط اللي دارت عمتي، أنها تاقت فيه وسلمات وكل شيء، وحتى الكونت كان بسميته هو، يعني ما عندها ما تصور منه. أنا بقيت كنبكي وكنقول لهم عافاكم لما خليوها معانا. الوالد ضربني وقال لي سير دخل سوق راسك، انت شعرفك في هادشي ديال الكبار. عمتي لبسات جلابيتها وخرجات وهي هزة داك الساك، وانا بقى فيا الحال بزاف، عارفه ما عندهاش اصلا الفلوس. مشيت كنجري ما بالي غير الماريود الوالده، ولقيت شي فلوس تحت من حوايجها، واخا كانوا قلال ولكن هزيته. خرجت كنجري وتبعت عمتي وعطيتهم ليها، وقلت لها بغيت نمشي معاك. قالت لي صافي هذاك راه خويا، دابا يجي يقلب عليا ويتصالح معايا، انت سير رجع لعند والديك، راك باقي صغير وخاصك تقرا. بكيت عليها حتى شبعت وفي الاخر رجعت للدار. سولتها فين غتمشي، قالت لي انا براسي ما عارفاش، الجيران جابوا لنا اخبارها وقالوا لنا بلي كتنعس حدا السيد اولا الوالي صالح، حيت المدينه اللي كنا فيها حنايا كان فيها واحد الوالي صالح قريب لينا. الوالده قالت الوالد صافي الله يسامح رجع البنت. قال لي والله ما غنرجعها، هي راه شوهاتني، الحومه كامله عرفت اخبارها، ومن الفوق كتقيل الدور ليا في السادات، ما بغات تزوج ما بغات دير عقلها. الوالد ما كانش عارف داكشي اللي كيتسناه، وفي ديك الليله بالضبط غيبدا معاه. جالسين كنتعشاو، السيد دخل للطواليط وتعطل تقريبا شي نص ساعه هو تما. الوالده ردت البال وهي تقول لي فين هو بوك؟ قلت لها ما عرفتش يمكن دخل للطواليط. قالت لي نوض شوف مالو، علاش تعطل هكا؟ كندق عليه ما كنسمعش صوته وما كيجاوبنيش. حليت الباب ودخلت، كان ظلام، شعلت الضوء حتى كنلقاه جالس، جالس مخبي وجهه كيبكي. قلت لي ابا نوض مالك؟ ولكن ما كانش كيجاوب بحال ما كانش كيسمعني. الوالده جات لعندي وبدينا كنجرو فيه، السيد غير مرفوع وما كيتجاوبش معانا. ديناه لبيتو، كيبان لي عرق بزاف، وجهه ولا كيقطر بالعرق بحال خوينا عليه الماء، وكان كيترعد وكيشوف في السقف. الوالده كتقول ليه ما تخلعنيش عليك، جاتو فحال الحاله ديال الموت. غوتات عليا وقالت لي جري سير عيط على الجار اللي الفوق. طلعت لعندو ودقيت عليه ونزل، هبط داك السيد اللي كان فوقنا وشاف الوالد وقال لنا هادشي ماشي عادي، ما خصناش نسكتو عليه. دينا للطبيب وقال لنا صراحة راه ما عنده والو، صحته مزيانه وكاع الاعضاء ديالو مزيانين، شوفوا مع الطب النفسي يقدر يكون تعرض لشي صدمه. اصلا الوالد ما كانش كيهضر، بحال تقول فمو مات عليه، اصلا الماكله في ديك الايام ما كانش كياكل حيت فمو تشلل، كنا كندوزو ليه الماكله غير في واحد الجعبه. الوالده كانت غتحماق حيت ما عرفاتش شنو السبب. هادشي ما غيوقفش هنا، جا عنده واحد الراقي، داك الراجل قال ليه يقدر يكون تقاس ولا شي حاجه ملي دخل للطواليط، قرا عليه حتى عيا. وقلنا الوالد شويه ترخف وتطلق، يعني ولات كتخرج له الهضره واخا معكله، ولا كيقدر يحرك فمه وياكل، ولكن في الليل كيبدا يغوت بحر جهده. تصوروا الحوايج اللي كيكون لابس كيبدا يقطع فيهم. الوالدة تخلعات وما بقاتش قادرة تنعس حداه، خوات ليه البيت. تصوروا في الليل كنسمعوه كيزدح راسو مع الطبلة ديال الفراش، وكيغوت بواحد الصوت كيخلع كيقول ها هما جايين يديوني، بعدو مني بعدو مني، كان كيهضر فحال هكا. السيد بحال تخلخل في عقله ولا كيدخل ويخرج في الهضرة. الوالدة شوية كيقول لها اختي وشوية كيقول ليها امي، وكل مرة باش كيعيط ليها. داكشي ما وقفش غير عندنا، حيت طلع حتى الجيران اللي الفوق، كانت عندهم واحد البنت صغيرة ديما كتفيق كتغوت في الليل. ديك المرة كتقول لنا بلي الضو كيبدا يمشي ويجي غير بوحدو، ولاو كيوقعو معاهم شي حوايج غراب في الدار،
بحال مثلا ما كيلقاوش شي حوايج في بلايصهم، وديما فلوسهم ناقصه، اولا كيسمعوا الصوت ديال شي واحد كيتمشى لهم في الدار، ملي كينوضوا يشوفوا شنو ما كيلقاو والو. ديك البنيته ديالهم مرضات حتى هي بزاف، ولات غير مخلوعه وكتبكي وكتقول لهم بلي كتشوف بوعو حيت كانت باقا صغيره، ما كتعرفش توصف لهم داكشي اللي كتشوف. انا بدا كيدخلني الشك بلي هادشي اللي كيوقع بسبب داكشي اللي طرا لعمتي. من هاد المنبر بغيت نقول للناس ما تجيوش وتشريو شي دار حتى تاكدوا منها. تصوروا معايا حتى من الزاج ديال الشرجم ديالهم قال لك ما عرف شكون اللي شير عليهم بحجره وتهرس ليهم، واخا حنا الحومه كانت عندنا هادئه زعما ما كاينش هذا اللي غيقدر يشير بحجره على الشرجم. البيبان كيتحلوا ويتسدوا عليهم من راسهم، ما طولوش بزاف باش يخرجوا من الدار. والمشكله ان حتى شي واحد ما بغى يشريها، اللي كيجي كيقول لهم لا ما بغيتش، واخا في الاول كيكون فرحان وباغي يشري. كان داكشي اللي كيوقع غريب بزاف. في الاخر اضطروا انهم يخرجوا منها ويمشيو يسكنوا في شي دار اخرى وخلاوها مسدوده. ولكن تصوروا معايا واخا خرجوا من الدار كنا كنحسوا بحال شي واحد ساكن فوق منا، كنسمعوا صوت تقرقيب، كنسمعوا صوت المشي، صوت الزديح، صوت المواعن كيتحركوا، الماء كيتطلق ويعاود يتسد، وحتى من الباب كنا كنسمعوا بحال صوت الساروت كيدور فيه. فهاد الفتره هادي الوالد ولا شويه يعني، ولا على الاقل كيجلس معانا كيهضر معانا وكيعرفنا حنا شكون. عاد بدا كيستوعب داكشي اللي وقع ليه وكيعاود لينا شنو كان كيشوف. قال لينا بلي ديما كانوا كيوقفوا عليه مرا وراجل وكيبداو يعذبوه فيه، كيجيوه بصفه اللي كتخلع. قلت لهم صافي راه واقيلا جا الوقت فين نلقاو عمتي ورجعوها للدار. شحال مسكينه وهي خارجه كدور في الزناقي. قال لي الوالد نسى عليا ديك عمتك، اصلا هي السبب في الحاله اللي انا فيها، وهي السبب في الناس اللي خرجوا من دارهم، هي اللي كانت معمرانا الدار بالسحور والشعواده. نهار ما طال وهي طالقه عليا البخور ومشى على ليا الشمع. الفلوس بداو كيقلالو في الدار. الوالده ديما حارقه الغدا ولا العشاء وكتعاودو من الاول، كتقول لينا بلي كتكون ناقصه على البوطه حتى كتشعل الراسه. بدا معنا الرعب ديال بصح حتى حنا. انا الصراحه ما كنتش كنتخلع بزاف حيت كنت مولف كنشوف داكشي مع عمتي من صغري، ولكن لو بقيت في هاد الدار عارف راسي حتى انا غنتآدى. داز تقريبا شي 4 شهور، الوالد ديك الساعه كان متبع مع واحد الراقي ولا لاباس، يعني ولا كيقدر يوقف على رجليه يخرج يمشي للجامع. واحد النهار جا قال لينا راني تلاقيت بواحد السيد وغندير انا وياه مشروع. قالت لي الوالده اش غديروا؟ قال لي غنحلوا شي مطعم اولا سناك وغيكون كبير، راه حطيت كاع الفلوس اللي عندي فيه. ولكن الصدمه اللي كانت كتسنى الوالد هي ان داك خونا اللي تشارك معاه نصاب دالي فلوسه كامله وخوا البلاد. الوالد مشى يحماق فيها. صافي كنقول لكم السيد ولا بغى يتسطى، ولينا ما كنحسو به حتى كنلقاو خارج الزنقه كيدور وكيهضر غير بوحدو بحال الحمق، حتى كيجيبوه لينا الجيران ولا كيجيو لعندنا كيقولوا لنا راه فين كاين. بقى على ديك الصدمه هكاك حتى فاتو، ولكن عانى فيها بزاف. ديك الفلوس كانت ديال عمت، وقلت لهم نتوما كتخلصوا غير الذنوب ديالها. ما كانوش كيبقاو فيا صراحه وخا والديا، ولكن انا شهدت على الظلم بعيني وشفت كيفاش جراو عليها واخا هي ما دارت والو، وليت باغي انا نقلب عليها. كنت غير كنخرج من الليسي كنبدا نقلب، واول بلاصه مشيت ليها هي داك الوالي الصالح. شحال مره مشيت لتماك ولكن ما كنلقاهاش. سولت واحد المراه كتكون جالسه ديما تما وقالت لي بلي مشات. قلت لها عافاك واش ما عرفتيش فين؟ قالت لي لا، هي اصلا بحال بوها ليا، غير كدور وما عندها حتى شي بلاصه. واش كتجيك من العائله؟ قلت لها هذيك راه عمتي. المهم ما زدتش معاها في الهضره ومشيت في حالي. تقريبا شي شهرين وانا كنقلب عليها والو ما كاينش ليها الاثار. حتى من دوك العيالات اللي كانت كتكون معاهم بعض المرات سولتهم وقالوا لي ما شافوهاش، وحتى هما كيقلبوا عليها. دازت مده تقريبا وصلت لشي 16 عام. ديك الدار اللي فوق منا كانت مازال مسدوده، الوضعيه الماديه ديالنا تازمات بزاف، ما بقاتش البركه عندنا في الدار، ولينا كناكلو داكشي قليل. الوالد ديما كيغوت على الوالده وكيقول لها اقتصدي، وحتى هي كرهاتو، ما بقاتش كيتحملو يقرب منها ولا يدوز من حداها. كانوا ديما مدابسين، فيما كندخل الدار كنلقاهم كيتغاوتو. واحد المره كنا رجعنا للدار انا والوالد، دخلنا لقينا الوالده وجهها صفر وكترعد مخلوعه وسخفانه. كنقولوا لها مالكي؟ عطيناها تشرب الماء. كتقول لينا راني شفت. كنقول لها شنو شفتي الوالده؟ هضري مقاد. قالت لينا كانت كتشقى في الكوزينه حتى شداتها شي وحده، ملي دارت لقاتها واقفه حدا الثلاجه. قالت لينا واحد السيفه عندها كتخلع، ما عمرني ما شفت بحال هاد العجب.
بقات كتزاوق في الوالد وكتقول ليه خاصنا نخرجوا من هاد الدار، راه داكشي تخصك باقي تابعنا. كيقول ليها هو فين بغيتيني نديك؟ شوفي هاد الدار الفوقانية عامين وهما حاطينها للبيع وما تباعتش. الوالدة من تماك ولات ديما كتحلم بديك المرأة كتجي لها في الليل وكتقول ليها هادشي اللي درتي ليا في بنتي غنخرجوه فيك. واحد المرة فاقت ورجليها كلهم مقموشي، داكشي كيبان حمر وباقي جديد، ولات حتى هي حالتها بحال الوالد ولا اكثر. جبنا لها نفس الراقي اللي كان عند الوالد وقال لنا راه المشكل كاين في الدار وخاصكم ضروري تبدلوها. بدات الرحلة ديال الوالد مع السماصرية، كل مرة كيجيب واحد على قبل باش يبيع الدار، نقص في الثمن بزاف غير باش يشريوها الناس. ولكن تصوروا اللي كيجي وكيدخل كيقول لنا بلي قلبي تزير عليا وما بغيتش نشري الدار. ديك الدار مشات باطل، زيراتو الوالدة وقالت لي شوفي الا ما كناش غنخرجوا من هنا غنمشي رجع لدار با، حسن ليا ما نبقى عايشة هنايا معاكم. صافي الوالد اضطر انه يسد ديك الدار ومشينا كرينا واحد الدويرة صغيرة على قد الحال، وكانت في واحد الحي مهمش شوية. بدا كيقلب على خدمة فاش ما كان، كل مرة كان كيخدم في حاجة. انا كنت كنقول مع راسي نكمل غير القراية ديالي ونشوف شنو غندير. واخا تحولنا من ديك الدار داكشي كان مازال تابعنا، وكنت كنقول عليهم ديما، كنقول لهم بلي داكشي ما عندوش علاقة بالدار، داكشي عنده علاقة بالذنوب اللي درتو والظلم اللي ظلمتو عمتي. الوالد عاد بدات كتسرى معاه هاد الهضرة. واحد الليلة وحنا ناعسين كنسمعو الوالدة كتغوت، نضنا كنجريو بجوج بينا، كانت مدرقة وجهها بيديها وكتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنقولو لها شنو عندك؟ قالتنا راه لقيت كلب كحل في الطواليط. مشينا طلينا بجوج بينا ما لقينا والو. كنقول لها راه غير كتخايلي. الوالد كيقول لها الله يهديك يا هاد المرأة واش باغا تحمقينا، ولكن هي ما كانتش الخاطرة. حسيت بها بصح شافت شي حاجة، وانا اصلا كنت متيق اي حاجة. بدا الوالد في ديك الوقيتة كيقلب على عمتي، من مورا ما فهم واخيرا بلي الذنوب اللي دار في حقها هما السبب في هادشي اللي كنصرفو دابا. ولكن كان فات الفوت، عيا ما يقلب وما لقاهاش، درناها في مختافون. بداو كيعيطوا لينا، كل مرة معيط لنا واحد من مدينة كنمشيو باش نقلبو ما كنلقاوهاش هي. شي كيقول لك بلي شافها عند شي ولي صالح، وشي كيقول بلي كدور في الزنقة، وشي كيقول كاع بلي ضربات طوموبيل وماتت. المهم الناس كتار، بزاف الناس اللي صوناو لينا. وصافي ملي عرفنا القضية فيها غير التفلية ما بقيناش كنمشيو. واحد المرة جات عندنا واحد المرأة وقالت لينا بلي شافت عمتي كانت خدامة عند شي ناس وكانوا كيستغلوها. قالت لينا راه كانت كتخدم عندهم فابور بالمقابل انها ساكنة معاهم وكتاكل وتشرب، ولكن راهم كانوا مكرفصين عليها وهادي شهرين باش خرجت من عندهم. مشينا لديك المدينة اللي قالت لينا المرأة وبدينا عاوتاني كنقلبو. تحولنا من المدينة اللي كنا فيها واستقرينا في ديك المدينة. الوالد عاد ولا باغي يقلب عليها ديال بصح، وشحال مرة كنسمعو ملي كيكون كيصلي كيقول يا ربي تسمح لي على داكشي اللي درت. المهم عامين وحنا كنقلبو عليها، فديك الفترة انا كنت خديت الباك ديالي ومشيت لبرا باش نكمل قرايتي. دوزت العام الاول ديالي تماك، وفي الصيف عيط ليا الوالد وقال لي راه لقينا عمتك رجع. وملي رجعت تصدمت ملي شفت حالتها، عمتي ما بقاش بحال اللي كانت، سمارت بزاف، شعرها كله مشاكك، حازمه راسها بواحد الدره ولابسه درباله ورجليها حفياني. الوالده عيات عليها باش تبدل الحوايج ولكن ما بغاتش. ديك المره اللي كانت جابت لينا اخبارها قالت لينا بلي داك مول الدار وولدو كانوا كيتعداو عليها، وحتى المره كانت مكرفصه عليها. المهم قاصات بزاف عمتي وعانات، وهادشي باين غير من الشوفه كيفاش ولات. ما كانتش كتبغي تبقى معنا في الدار، كانت كتخرج باليومين بثلاث ايام وكتعاود ترجع، ما كنعرفوهاش فين كتمشي، بحال تقول ولات بوها ليا. الوالد ديما كيبقى يبكي عليها وكيقولها غير سمحي لي اختي، هي ما كتجاوبوش كتبقى غير تضحك بحال تقولو حماقت. خصوصا انا كانت كتهضر معايا بزاف، بعض المرات كنحس بها رجعات بعقلها وكتفكرني وكتولي تهضر معايا بحال اللي كانت شحال هادي، وبعض المرات كتولي غير تخربق. شحال مرة كنكون جالس معاها حتى كتبدا تشوف في جنابها وكتقول لهم هذا راه ولد خويا تهلاو ليا فيه. وليت كنخرج معاها، الوالد كيقول لي ما تفرقهاش رجلك على رجليها. داك الصيف تقريبا كله دوزتو معاها، كنكون خارج معاها حتى كتبدا تجري بوحدها وكنتبعها ما عندي ما ندير. الوالد شاف حتى عيا ودخلها للسبيطار الامراض العقليه. اضطريت انني نرجع باش نكمل قرايتي، وفي ديك الايام بديت كنحلم وكل مره كيوقف عليا واحد، ولكن كانت سيفتهم زوينه. بعض المرات كنسمعهم كيقراو عليا القران، بعض المرات كيدعيو معايا، بعض المرات كيرشدوني وكينصحوني وكيقولوا لي اشنو دير واشنو ما ديرش.
وحتى بيني وبين راسي وليت هادئ بزاف وما عنديش مع بنادم. عارف راسي شنو غندير وعارف طريقي وعارف الناس اللي باغي ليا الخير واللي لا، وحتى قرايتي تيسرات ليا الامور فيها. كنت ديما كنجي من الاوائل وكنتسنى غير الصيف يوصل باش نهبط عند عمتي المغرب. كنمشي لعندها وكنبقى ندوي انا وياها. كنت كنحس بيها برات شويه على داكشي اللي كانت، ولات كتعقل عليا وبعض المرات كتصدمني حيت كتقول شي حوايج ليا اصلا ما عارفاهمش. بحال مثلا كتجبد ليا شي واحد انا كنعرفو وهي ما كتعرفوش، وكتقول لي رد بالك من داك بنادم، كتوصفو ليا وتوصف ليا الشكل ديالو بلا ما تشوفو. انا كنت كنبقى غير حال فمي فيها. كتقول لي مثلا ما تمشيش اليوم لديك البلاصه، خليها حتى الغدا، وانا كنت كنثق فيها وكندير كاع داكشي اللي كتقول ليا. واخا الوالد والوالده كانوا كيقولوا عليها حمقه، ولكن انا كنت عارفها عندها شي حاجه اللي مختلفه علينا. خرجناها من السبيطار ولات عايشه مع الوالد والوالده، ولاو مهلين فيها. واخا ما كنظنش ان هادشي غيعوض داكشي اللي فات، انا الحمد لله اموري تيسرات وغير دخلت المغرب خدمت وكنشري لعمتي وكنتهلا فيها. اي حاجه بغاتها كنجيبها لها لدرجه كنسبقها هي على والديا. المهم اخويا ما بغيتش نطول عليك اكثر، وبلا ما نزيد في التفاصيل، كانت هذه هي القصه ديال عمتي وكيفاش عشنا معاها. الحمد لله دابا حنا بخير. كنتمنى من الناس ما يظلموش الناس، حيت داكشي طال الزمان ولا قصار غادي يرجع عليك، سواء في صحتك سواء في عائلتك سواء في فلوسك. المهم اخويا انا كنشكرك حيت قبلتي تشارك قصتي مع الناس، وكنتمنى لك كل التوفيق خوت. كانت هذه هي قصنا ديال اليوم. كنشكروا الاخ اللي بارطاجاها معنا، وكيف العاده اللي عنده شي قصه بحال هذه يقدر يخليها ليا في انستغرام. مره اخرى كنبغي نشكر هذا الاخ وكنقول ليه الحمد لله على سلامه عمتك، وكنتمنى تهلا فيها. خوت خليوا لي الراي ديالكم في القصه في لي كومونتير، حيت هو غيقرا كاع التعاليق ديالكم. كنشكركم بزاف، نتلاقاو في القصه الجايه، والسلام عليكم.